بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، حبيباتي التلميذات، في درس آخر من دروس التربية الإسلامية. ومدخلنا اليوم هو مدخل الاستجابة، وسنكون إن شاء الله على الموعد مع درس الإنفاق في سبيل الله، صوره ومقاصده. أهداف الدرس التي نتوخى ونزمع للحصول عليها، وهي مفهوم الإنفاق وصوره ومقاصده. نشرع بإذن واحد أحد مع نص الانطلاق الذي يؤطر لنا هذا الدرس، وهو قوله تعالى من سورة الحديد الآية السابعة. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فمن خلال هذه الآية، وكما سبق معنا في الفصل، أننا دائما نطرح سؤالين من خلال أي نص قرآني: من المتكلم ومن المخاطبون؟ المتكلم بالطبع هو الله عز وجل، والمخاطبون هم المؤمنون. يقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله. هنا دائما فعل الأمر دائما نستخلص منه الوجوب، إن لم تكن هناك بالطبع قرينة تصرف عن ذلك. دائما فعل الأمر الهدف منه هو الوجوب. وجوب ماذا؟ وجوب الإيمان بالله وبرسوله. جميل جدا. وأنفقوا مما جعلكم، هناك فعل أمر آخر، إذن حكم الشرعي هنا وهو الإنفاق في سبيل الله، مما جعلنا بالطبع مستخلفين فيه، بمعنى مما آتانا الله عز وجل من مال الذي نحن مستخلفون فيه، لأن الأصل في المال أحبائي هو أنه مال الله عز وجل. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فبالطبع هنا من خلال هذه الآية هناك دعوة أو أمر بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله، ثم الإنفاق في سبيل الله عز وجل مع بيان الجزاء المترتب عن ذلك. إذن هنا الله عز وجل في هذه الآية نستخلص منها جميعا المضمون، أن الله عز وجل يأمرنا في بداية الآية بماذا؟ بوجوب الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجوب الإنفاق في سبيل الله. ودائما عندما يطلب منا الحكم الشرعي فنحن نكون ما بين خمسة أحكام شرعية، عندنا الوجوب، وعندنا التحريم، وعندنا المندوب، وعندنا المكروه، وعندنا المستحب. فنحن دائما ندور في مدار هذه الأحكام الشرعية الخمسة، وأغلبها يكون في الوجوب وفي التحريم من خلال آيات الله عز وجل. إذن الحكم الشرعي هنا وجوب. وجوب ماذا أحبائي؟ وجوب الإيمان بالله وبرسوله. جميل جدا. ثم ماذا؟ أيضا وجوب ماذا؟ هناك وجوب الإنفاق في سبيل الله. إذن هنا نرى في هذه الآية أن وجوب الإيمان ثم وجوب الإنفاق في سبيل الله. القيمة التي يمكن أن نستخلصها من هذه الآية، أولا هناك قيمة الإنفاق، أو قبلها قيمة الإيمان بالله ورسوله. إذن هنا قيمة الإيمان بالله وبرسوله، ثم القيمة الثانية وهي قيمة الإنفاق في سبيل الله. فما مفهوم الإنفاق أحبائي محور درسنا اليوم؟ الإنفاق أحبائي لغة من نفق، نفق بمعنى مات، فني، ويمكن أن نقول أيضا بمعنى البقاء، يعني لديها الفناء والبقاء في آن واحد، وكلا المعنيين مرتبطين ببعضهما البعض في عملية الإنفاق. لماذا قلنا أنه فناء وفي نفس الوقت بقاء؟ لأن المال الذي تنفقه يذهب. يذهب إلى أين؟ الإنفاق يكون في سبيل الله بالطبع، إذن يذهب عند الله عز وجل الذي ينميها لك، إلى أن تصبح أضعافاً أضعافاً مضاعفة. ويمكن أيضاً
أن نفهم بمعنى آخر كيف الفناء والبقاء في آن واحد. إن تكلمنا عن مسألة كلمة نفق، الإنفاق تأتي من كلمة نفق، وقد تأتي من كلمة النفق، فالنفق الذي يكون تحت الأرض لديه مدخل ولديه مخرج، فالمدخل هو بداية والمخرج هو نهاية. فعندما تنفق في سبيل الله تصل في النهاية إلى يد الله عز وجل. هذا هو معنى الإنفاق، كيف أنه يكون فناء وبقاء في آن واحد. شرعا وهو البذل والعطاء رغبة في أن نحصل على الأجر والثواب من عند الله عز وجل. ويرتبط الإنفاق دائما بالمال، يعني كلما سمعنا كلمة أنفق أنفق نربطها دائما بالمال، في حين أن هناك إنفاقات كثيرة جدا ينفقها المسلم. فمثلا قد تنفق من وقتك، قد تنفق من مالك، قد تنفق من علمك، يعني هناك مجالات كثيرة جدا للإنفاق. فنحن إذا ننفق في سبيل الله ومن مال الله الذي نحن مستخلفون فيه، لأن الإنسان يرثه عن غيره وسيتركه لغيره، فما أمام العبد إلا أن يتصرف فيه وفق شرع الله عز وجل. نذهب أحبائي إلى محورنا الثاني، وهو أنواع الإنفاق وصوره. الإنفاق أحبائي ينقسم إلى نوعين، واجب ومستحب. الواجب بمعنى فرض، واجب، هناك أمر الوجوب بأداء هذا الإنفاق، مثلا كالإنفاق على الأهل والأولاد فهذا واجب، الإنفاق على الوالدين سواء كان غنيين أو فقيرين، لأن الأصل في مال الولد أنه للوالد، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قال له أنت ومالك لأبيك. فالمال هنا ينفق على الوالدين ولو كانا غنيين، ولو كانا غنيين فهو واجب. كذلك الإنفاق على الزوجة واجب لقول الله عز وجل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، بمعنى أن لا بد أن ننفق أو ينفق الرجل أو ينفق الأب على أهل بيته، وكذلك يعني بما فيهم الأولاد، كذلك الأولاد يجب كذلك أن ينفق عليهم من مال الله، واجب يعني يفرض حتى يستطيعوا أن يواكبوا الركب الحضاري ولا يتخلفوا عنه، سواء من تعليم ومن صحة و أيضا من تغذية إلى غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله عز وجل. من بين الإنفاقات الواجبة أيضا عندنا الزكاة، الزكاة التي هي فريضة مالية واجب إخراجها لكل من استوفت فيه الشروط، ومتى بلغت طبيعة الحال هذا القدر المالي متى بلغ النصاب، يعني عندما نخرج الزكاة فنحن لا نخرجها منا ولا تفضلا منا، بل نخرجها لأنها فريضة، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله كذلك عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكما أن الله عز وجل قد توعد مانع الزكاة بالعقوبة، إذن فهي فرض لا بد من إخراجها. ثم نذهب إلى الإنفاقات التطوعية المستحبة أو التبرعية، يعني كلها مصطلحات لمعنى واحد، نقول إنفاق مستحب أو إنفاق تطوعي أو إنفاق تبرعي، يعني هي كل ما ينفقه المسلم على جهة الاستحباب، يعني كل ما ينفقه المسلم على جهة أنه يتوخى بها الأجر وتعود عليه بالفائدة الدنيوية وكذلك الأخروية. عندما نقول إنفاق مستحب تطوعي وتبرعي بمعنى إن أعطيت في سبيل الله أخذ الأجر العظيم، وإن لم أنفق فلا إثم علي، على عكس الواجب، الواجب
أنه من لم يؤدي هذه الأمور فإنه يأثم. أما التطوع المستحب فهو تطوعي تبرعي من باب التبرع، من استطاع أن يقدم على هذا العمل فله الأجر، ومن لم يستطع فلا إثم عليه. ثم نأخذ أنواع. إذا قلنا أن الإنفاق هو نوعان، واجب ومستحب. هذا المستحب التطوعي له أنواع، لأنه عبارة عن إنفاق، عبارة عن صدقة. صدقة، إذا أين هي وجوه هذه الصدقة؟ ما هي صور هذه الصدقة؟ هنا سنرى أن هناك صور كثيرة جدا، من بينها الهبة، الوصية، الوقف، العارية، أيضا القرض. وهذا الإنفاق التطوعي والمستحب والتبرعي له ضوابط وله شروط، من بينها أن نخلص النية لله عز وجل، فنحن لا نتوخى من إنفاقنا إلا وجه الله عز وجل، لا نريد لا, 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 لا أجرا عندي أي شخص إلا رضا الله عز وجل، فننفق من غير رياء ولا سمعة. ثم لا نتبع صدقاتنا بالمن والأذى، بمعنى لا نتحدث بما أنفقنا أمام الناس حتى لا نؤذي ذلك الشخص الذي أنفقت عليه تلك الأموال. ثم بعد ذلك، وهذه نقطة مهمة، أن يكون المال من حلال، أن يكون كسبا طيبا، لأن الله طيب لا يرضى إلا بالطيب، فيجب علينا أن ننفق ونتوخى أن يكون مالا حلالا طيبا. ثم الشرط الأخير وهو الاعتدال في الإنفاق، بمعنى نتوسط في الإنفاق، فلا نسرف، يعني لا نسرف ولا يكون هناك تقصير. آخر محور معنا في درس الإنفاق في سبيل الله وهو مقاصد الإنفاق. فعندما نتحدث عن المقاصد أحبائي، كما قلت لكم دائما أن المقصد، نتكلم عن الهدف، نتكلم عن الغاية، نتكلم عن المرام، بمعنى أن كلها مصطلحات لمعنى واحد، المقصد، ما الهدف من أنني أنفق في سبيل الله. مقاصد الإنفاق كثيرة جدا ومتعددة، سنحاول أن نركز على مقصدين اثنين، وهما المقصد الاجتماعي والمقصد الاقتصادي. المقصد الاجتماعي نتوخى من الإنفاق تحقيق تكافل وتضامن بين المجتمع، ترسيخ الأخوة والترابط والتراحم، تحقيق مفهوم كون المجتمع جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا نحاول أن نشيع روح المحبة والتعاون بين الناس، ونقلص الفوارق الطبقية بين المجتمع. وهذا المقصد الاجتماعي قد أعطى أكله جيدا، خاصة على إثر هذا الابتلاء الذي أصاب العالم وأمتنا، فقد تكافل الناس وتضامنوا في على إثر هذا الوباء الذي أصابنا، وأظهر مجتمعنا أننا فعلا جسد واحد، الغني يساعد الفقير والفقير يمد إلى من هو أفقر منه. فالحمد لله هذا المقصد الاجتماعي كان له أثر كبير جدا في هذه المحنة التي نرجو الله عز وجل أن تنقلب إلى منحة، وأن يأجرنا الله عز وجل، وأن يبعد عنا هذا الداء ويقينا شر هذا الوباء، وأن يحتسب لنا أجر هذا الابتلاء إن شاء الله. ثم عندنا المقصد الاقتصادي. المقصد الاقتصادي التنموي المتوخى من الإنفاق في سبيل الله، أننا نخلق، عندما ننفق في سبيل الله فنحن نخلق فرص للشغل، أننا نوفر بنيات ووسائل التي تحقق الخدمات العامة كتعبيد الطرق وغيرها، وأيضا إقامة المؤسسات التنموية. كان أحبائي هذا آخر محور من درسنا اليوم، الإنفاق في سبيل الله. أرجو الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر ومع درس آخر من دروس تربية إسلامية. أقول لكم أحبائي في رعاية الله، والسلام عليكم. فلست بخاسر، والله باشر بالثرى، من كل سنبلة ستنبت سبعة
بين الضيافة واغسل ذنوبك والتمس عفوا وكن في الأتقياء.